قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بالقرب من حراقات مويلح بريف دير الزور الشمالي. قوات النظام تبلغ أهل معتقلين 2 من درعا بوفاتهما في سجونه وتسلمهم شهادات وفاة بعد يوم من إبلاغ ذوي معتقل آخر بمقتله. انعقاد مفاوضات حول مدينة طفس غرب درعا مع وفد من المدينة، وضباط النظام يشترطون تسليم الأسلحة والمطلوبين والمتخلفين عن العسكرية والسماح بنشر حواجز ووقف الهجمات. شبكة فرات وست تقول إن قوات سوريا الديمقراطية شنت حملة دهم وتفتيش واسعة بمشاركة مروحية للتحالف الدولي في مدينة الرقة على خلفية إطلاق النار على قائد الأمن العام في الرقة. قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن التوصل إلى توافق على تسمية مرشحيها 5 في المجلس السيادي. مقتل 63 شخصا بتفجير استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وتنظيم الدولة يتبنى التفجير. انخفاض سعر صرف الليرة السورية ليسجل 612 ليرة للدولار الواحد و679 مقابل اليورو و110 ليرات أمام الليرة التركية.